والله يا صديقي صلاح ده لاعب استثنائي. لو ما تعرفش احب اقول لك ان صلاح طلع المركز الاول في 6 مينيت ريس تيست. طب ايه يا عم هو اصلا التيست ده؟ ده اختبار عاده بيعمله المدربين عشان يوصل لاعلى معدل بدني للعيبه. اللعيبه بيجروا 6 دقائق في مسار طوله 400 متر باقصى سرعه عشان تقريبا يجروا 2 كيلو، وفي الاغلب الاختبار ده بيتعمل بعد الرجوع من فترات الراحه عشان يشوفوا المستوى البدني لكل لاعب ويحطوا البرنامج المناسب لمستواه، ومن الاخر كده عشان يعرفوا مين اللي قضاها محشي وبوظ الدنيا في الاجازه. ويجي يا صديقي صلاح اللي عنده 32 سنه في وسط لعيبه عندها 20 و22 سنه ويطلع الاول عليهم كلهم. لاعب متوفر له كل حاجه عشان تبوظ جسمه ولياقته، اكل شرب سفر كل اللي انت عايز تقوله قوله، بس لا تشوف كل صوره في الاجازه تلاقيه اغلبها في الجيم ولا كان راجل داخل مستر اولمبيا. بعد الاختبار ده كونر المرتاج المعد البدني لليفربول قال بعد ما شاف نتائج صلاح ان ده لاعب استثنائي ومذهل، وعشان كده انا بقول لك